الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. زي مثلا ان انت بتركب طربوش للسنه، طربوش لدرسك، تعمل عمليه تبيض لاسنان كامله. يعني مثلا كان عندي سنتي الاماميه كانت فيها حاجه مكسوره وكانت مشوهه، طبعا شكل ابتسامتي خالص، فانا عملت لها حشو. الكلام ده كان من سنتين والحمد لله يعني لحد دلوقتي مستقره جدا. انا كان عندي بس مشكله بسيطه، كان عندي الطرف بتاع سنتي دوت متشال، فروحت يعني زي نظام زرعت جزء من سنتي كده وعمل لها تبييض وكده، بس ما اعرفش اوقف تجميل الاسنان. اهلا بكم. فهم الناس وثقافتهم عن تجميل الاسنان وعن الزراعه وعن علاج الجذور انا بعتقد انه لسه قدامه الكتير، لكن خلينا اقول لكم انه فقد الاسنان بيحصل في رياضات كتيره، واعنف الرياضات في رايي هي كرة القدم، واحدة من أعنف الرياضات. تم تقولي لا الملاكمة أعنف، طبعا الملاكمة رياضة عنيفة جدا جدا، لكن رياضة كرة القدم العنف فيها غير متوقع، فسهل جدا إن الإنسان يفقد فيها أسنانه. في ياما لعيبة فقدوا أسنانهم يا عيني في مضمار كرة القدم على طول، ضربة خبطة، لأنه هو بيبقى في اندفاع. بص الملاكمة رياضة عنيفة بس اندفاعات كرة القدم مخيفة مخيفة، اتنين بيجروا بأقصى سرعة وبيخبطوا في بعض فجأة، ده مش موجود في الملاكمة حتى، مش موجود في الكاراتيه، مش موجود في المصارعة، يعني المصارعة ما فيهاش اللي موجود في كرة القدم. لا كرة القدم رياضة لا قدر الله ممكن تموت، يعني في حالات يعني سواء بقى بسبب الجهد الرهيب، لأنه لعيب الكورة بيلعب بجهد رهيب جدا، والسنان بتطير في الكورة، في الملاكمة السنان بتطير. السنان لما تطير لازم هترجع تاني تزرع مرة أخرى، يعني نعمل لها زراعة. هي وفي الحوادث حكاية الزراعة لازم تكون موجودة، أزرع إمتى وإلى آخره، ده سؤال مهم جدا. يعني ده برضو لأنه في ناس كتير قوي سنانها بتتكسر في الرياضة أو في حادثة وبيطنشوا، وخصوصا لما تكون السنان في الخلف، يعني السنان اللي في الخلف دي مسار تطنيش كبير جدا في الاهتمام وفي الزراعة وفي التجميل، وده بيبان على فكره. بحس بشوفه الناس كتير فيهم مجمله جزء الباين في سنانها، فكل سنانك بتبان، كل السنان بتبان. يعني بيتهيألي انه فكره ان انا اجمل اللي باين بس عامل زي اللي انا في البيت ادهن الريسبشن بس والاوض النوم تبقى بتقع ومنهاره. طب ما في واحد ممكن يدخل على يبص يشوفها من بره هيلاقي اوضه النوم مش مدهونه وقديمه ووحشه، يبقى شكلك مش حلو في الاخر. التجميل كده، التجميل لازم اجمل كل حاجه. تعالوا النهارده نعيش مع الزراعه والتجميل وعالم طب الاسنان بكل كواليسه مع ضيفتي العزيزه التي تمتعني بحوارها دائما، والنهارده اكيد الامتاع هيكون متزايد والحكاوي هتكون اجمل واحلى. ضيفتي العزيزه دكتوره اسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه الطب قصر العيني، وصاحبه الماجستير جراحات الوجه والفكين بكليه الطب قصر العيني، وماجستير جراحه الفم والاسنان بكليه الطب، الحاصله على الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان من جامعه سيفيا، وعضو جمعية الامريكيه لجراحه الاسنان. ضيفتي العزيزه جدا، اهلا بيك يا دكتوره اسراء. ازيك يا دكتوره، انا عامل ايه؟ ربنا يخليك. عايز ابدا الاول، يعني تجميل السنان امتى يبقى، هو سؤال يعني برضو يعني انا مكسوف وانا بساله لك، امتى يبقى ضروره؟ ما هو على طول ضروره ولا هو إيه؟ برضو انا مستغربه السؤال، وانا شايفه ان زراعه الاسنان وتجميل الاسنان هي ضروره. ضروره طبعا. يعني انا عمرك ما هتروح باسنان حلوه تقول له جمل، يبقى اذا هي فيها مشكله. فانا شايفه ان تجميل الاسنان ما هوش رفاهيه، هو انا شايفاه حاجه اساسيه، لان ديت اول حاجه الواحد الناس بتعلق عليه اول ما بيبدا يتكلم او اول ما بيقابل حد او اول حتى ما هو يبص لنفسه في المرايه. فانا شايفه ان هي تجميل الاسنان هي مش حاجه كماليه، هي حاجه اساسيه. حاجه اساسيه يعني طبعا. يعني السؤال اللي شكله اعلامي ده سؤال اعلامي على فكره، سؤال مذيعين يعني مش صح مش حلو
ما فيش واقع كتير من الأسئلة الإعلامية الكلاسيكية في الطب، من ضمنها ده مثلا دوت ايه القصة بتاعته؟ دوت شاب كل أسنانه متدمرة، يا إما تسوس، يا إما سنان راكبة على بعضها، يا إما حاجة فراغات مش زي بعضها، يعني يمين غير الشمال، الدنيا ملخبطة. فدوت لما تيجي تتكلم تقول لك هل الوضع أو الحالة دي ده حاجة تكميلية؟ لا، دي حاجة أساسية. أو حاجة رفاهية؟ لا، هي مش رفاهية. ليه؟ لأنه شاب صغير سنانه ولا عارف يبتسم ولا عارف ياكل وكلها مكسرة. طيب إيه يعني أكيد العائد إن هو حتى يبص لنفسه في المراية يكون مبسوط، ده عائد جميل جدا غير باقي الحاجات اللي ممكن تقابله في حياته. في برضو لو شفنا مثلا سيدة وأسنانها بالشكل دوت في المقدمة، هل هي هتعيش حياة طبيعية؟ هل هتبقى سوية نفسيا؟ متهيالي السؤال يعني واضح والإجابة برضو أوضح. يعني تخيل واحدة مبتسمة، هي شكل الابتسامة بتاعتها أصلا كأنها يعني حزينة، فده بالنسبة لحاجة زي كده استحالة تقولي إن ديت رفاهية، دي أساسية. طيب لما نوصلها للشكل الجميل ده، وعلى فكرة خدت بالك إن كل الأسنان طولت والمسافات اللي ما بينها كلها اتقفلت، الدنيا اتغيرت تماما، حتى النطق، حتى مخارج الالفاظ، حتى اللعاب ما يطلعش من بقها هي بتتكلم، الدنيا مختلفه تماما. ثقه الانسان في نفسه، ثقته في ان هو يكون موجود، ما يخليش حد يعلق عليه وهو بيتكلم. ما كانش ده، كانوا بيسكتوا. هو اكيد هي ما كانتش هتبقى بتتكلم، او اكيد بتتكلم بتحط ايدها على بقها، او ما بتقابلش حد غريب. يعني اعرف ناس كتير بعد موضوع الكورونا بقوا يلبسوا الماسك اجباري، مش عشان الكورونا خالص، ده علشان خاطر لما يقابلوا حد يقول لهم معلش عشان الكورونا، يعني ده بقى عاملينه عشان ما حد يشوف اسنانهم. فتخيل هو عذر علشان الموجه اللي احنا فيها، لكن الحقيقه علشان ما يبتسموش وما حدش يعلق على اسنانهم. فانا بالنسبه لي موضوع الرفاهيه هو مش رفاهيه خالص، هو مش رفاهيه خالص، لان ما فيش منطق يقولك ان انت هتبقى 10 من 10 رايح تجمل، هتجمل ايه وانت 10 من 10؟ طب ايه اكتر الحالات التجميليه اللي احنا بنشوفها دلوقتي اللي بتجيلي المركز؟ اللي بنشوفها يعني؟ بنشوفها في عالم المصريين والعرب، يعني الفينيرز، ازرع. كل اللي عنده اصفرار في اسنانه او عنده اسنان مكسره او جاي يركب فينيرز، اللي عنده اسنان مفقوده او انحسار في العظم او اسنانه فيها لخلخه، ده بيدخل على سكه الزراعه. فعاده هم الحاجتين دول اكتر حاجتين بيجوا، يليهم بقى التقويم. هل الناس فاهمة يعني الفينير القشرة التجميلية، ولا الناس لسه متلخبطة؟ لا، الناس لسه متلخبطة. الناس لسه متلخبطة بين كلمة الفينير وكلمة الكراون، ولسه متلخبطين ما بين طربوش الزراعة وما بين طربوش الأسنان. لسه المسميات دي كلها يعني confused عند الناس. الناس متصورة إن الطربوش دوت حاجة بتركب في كل الأوضاع. لا، الفينير حاجة، الطربوش حاجة، الزراعة حاجة. يعني مثلا حاله زي كده، طبعا هو باين ان عندها مشكله في طبقه الانامل اللي مغطيه الاسنان، وعندها لون بني بالعرض. فمثلا لو رجعنا للسؤال الاول، هل واحده زي الانسه دي يوم ما تعمل اسنانها فينيرز هل دي رفاهيه؟ مستحيل طبعا، لا دي مش رفاهيه، دي راحت لدكتور كمان ابدع وعمل لها حشوات على الاسنان الاماميه، بص لونهم بقى اصفر، اصفر مبقع بني، بدل ابيض في بني بقى اصفر في بني. هو احنا ما تقدمناش، هو ما زال ان في باتشز على الاسنان مغيره الشكل. الحاله ديت لازم كل الاسنان دي تتغطى فينيرز، دي حاجات اساسيه، لان هي مش هتعرف تعيش بالشكل ده. فاحنا لما نوصلها للشكل دوت للفكين اكيد هتفرق في حياتها كتير جدا. اللي انا عايزه اوصله للناس هي جملتين. اول جمله، الفينير هي تغطيه جزئيه، هي قشرة بتلزق على وجه الأسنان الخارجي. الكراون هو تغطية كاملة، يعني إحنا بنبرد السنة كلها من كل الأوضاع وبنركب عليها تلبيسة، يعني طربوش، يعني كاب، كلهم نفس المسميات بنركبه على السنة علشان تبقى محمية من كل الاتجاهات. طربوش الزراعة بيركب على الزرع، ما فيش تحته سنة، تحته زرعة، عشان ده الحاجات اللي كل الناس متلخبطة فيهم، بس هي بسيطة أو الواحد يركز فيها يفهمها على طول. هروح للزراعة بقى برضه، ايه الاحدث دلوقتي في عالم الزراعه؟ ايه التكنولوجيا ساعدت كتير عالم الزراعه، صح؟ طبعا طبعا. الاحدث دلوقتي ان احنا طبعا الزراعه الفوريه اللي هي تخلع وتزرع، دي حاجه حديثه، دي ما كانتش موجوده مثلا من 15 20 سنه خالص. دي حاجه حديثه.
الحديث ان انت يبقى عندك اشعه مقطعيه بتعمل لك تريسنج انت داخل فين وخارج منين، دي ما كانتش موجوده من 15 سنه مثلا. ان انت تعمل اميديت لودنج وعندك جهاز بيقيس ثبات الزرعه، لان ثبات الزرعه ديت ليها ترك، يعني ليها زي مضغوطه في العظم بنسبه قد ايه، مش عارفه ترك تبقى ايه. ترك هو يعني مدى ان الزرعه لفت وارتبطت بالعظم قد ايه. تمام. التورك هو المنحنى. هو ده التورك. هو التورك اللي هو الملف ده في ليه رقم، الرقم دوت اول ما عدي 45 ولا 25 حاجه كده. شاطر يا باشا، ده انا بذاكر. ايه الشطاره دي؟ انا يا راجل بقى. لا هو فوق 35 انت في الامان. ماشي 35 تمام. ما بعدتش. انا قلقانه والله. كده قلقانه. حاسس ان هتفتح. ينبغي ان تخلقوا جميعا. كده هتفتح مركز قدامي على طول. ما شاء الله. فهو التورك دوت في رقم، لما بعدي انا ممكن اعمل لك لودنج على طول. طيب ده مثلا حاجه حديثه جدا في الزراعه. الاحدث منها بقى التركيب على الزراعه، ان دلوقتي بقينا بنعمل زي تايتانيوم بيز، يعني شاسيه معدني اقدر احمل عليه الاسنان كلها، بيبقى قوي جدا، بيستحمل المضغ، بيستحمل القوة العضلية للفكين نفسهم، عمره طويل في منتهى الجمال، لأنه ممكن يتشال. يعني بيتعمل بنظرية اسمها سكرو ريتيند، يعني هو ماسك بمسامير، مسامير غير مسامير العظم، غير المسامير اللي فيها الزرعات، بيتوصلوا ببعض بحيث انت لو عندك أي شكوى نفك نصلح نرجع. فده بالنسبه للمريض هايل، انت كده مش هتعيد تركيبه، التركيبه دي برقم وقدره. التكنيك ده حديث، عشان الناس تيجي تقول لك لا ده عادي، لا هو مش عادي خالص، هو صعب ومحدش بيشتغله كتير، وليه اجزاء قطع غيار معينه علشان يركبوا على بعض ويماتشوا مع بعض، ليها فكره وليها قصه، قلائل اللي بيشتغلوا التكنيكس الحديثه دي. فهي مش موضوع بسيط، دي احدث حاجه على الاطلاق في الزراعه. حد زي كده احنا عندنا ثلاث زرعات يمين وثلاثة شمال، حملنا عليهم عدد من الأسنان بس دي ما تعملتش بالشاسيهات المعدنية ديت. قدرنا ان احنا نكمل الفك، ولو تاخد بالك في أربع أسنان في الفك بس، عملنا لهم كراونز، كراون يعني تغطية كاملة، علشان نقدر نماتش مستوى اللثة مع بعضه، ونماتش كل الاسنان مع بعضها من حيث اللون، من غير الحجم، من حيث الحجم، من حيث السيمتري، يعني يمين زي شمال، علشان نوصل لشكل ايديال. مش هينفع نبقى مركبين يمين وشمال وفي النص اسنان صفراء او اسنان مكسره. ديت الجزء اللي بيدخل جوه الزرعه علشان يتصل بيها الطربوش. دايما الناس مش فاهمه، هو احنا مش بنجيب طربوش ندخله على الزرعه، هو ما ينفعش يدخل ازاي؟ دي حاجه جوه العظم. فبنركب جزء زي وصلة بالبلدي كده، وصلة. الوصلة دي بتدخل في الزرعة من جزء منها، وبتدخل في الطربوش من جزء منه، فيعني بتوصلهم ببعض وصلة. فهي دي اسمها أباطمنت، دي بتوصل الجزئين ببعض علشان نوصل للشكل ده. الطربوش بقى بيبقى فيه فتحة، الفتحة دي مسمار تقدر تفك منه الوصلة دي أو تربطها، بحيث ان لو حصل اي حاجه هتعمل ايه؟ هتفك المسمار اللي هو ماسك الوصله تقوم خارج بالوصله. يبقى كده الطربوش والوصله بقوا قطعه واحده، والزرعه قطعه، بحيث ان هيحصل اي مشكله هتقدر تفك الحاجات دي من بعضها وتقدر تتعامل معاها. عايز بقى تغمق اللون، تفتح في حته في اللثه ملتهبه مثلا، بتدخل اكل، عايز تصلح حاجه، تعرض الطربوش، تعمل اي تفاصيل. دي احدث طريقه. زمان كان بيحط الزرعه فوقها الاباتمنت، يقوم موصلهم على بعض يبقوا كلهم قطعه واحده بسيمنت او بلزق، ويوم يحصل مشكله هنكسر كل ده. فطبعا دي حاجه مش كويسه. دي بقى التكنيك التاني اللي انا كنت بشرح لحضرتك الموضوع بتاعه، ان احنا بنعمل ايه بقى. اخترنا هنا ان احنا نعمل شاسيه تيتانيوم. تيتانيوم ده معدن غالي ما بيصديش، علشان الناس بتقول لك ما انا مش عايز معدن في بقي علشان خاطر ما يصديش. اكيد اكيد مش هيصدي. التيتانيوم هو اللي بيتعمل منه كل دلوقتي الحاجات الخاصه بجسم الانسان، وهو غالي. غالي، والجسم وهو ما بيعملش تفاعل مع الجسم وحش، والجسم بيقبله وبيقدر يلتئم عليه، وحاجه خامل. جميله. والزرعات بتبقى تيتانيوم. طيب احنا دلوقتي حطينا ست زرعات، وهنحط عليها الفك كله، كل الاسنان اللي في الفك. طيب احنا ازاي هنخلي
ان مفيش بريك بوينت او مفيش حته تتكسر. احنا هنعمل شاسيه معدني. طبعا الشاسيه المعدني عشان كل الناس بتقول نفس السؤال، طب ما انا هيظهر من بقي معدن. لا، بنغطيه بماده ثيك بيضه، احد مشتقات البورسلين، بس دي بتبقى زي بطانه، يعني هي مش العيان ما بيشوفهاش من بره ولا احنا بنقدر نتحكم فيها، دي بتغطي المعدن كله، يعني زي كفر للمعدن، ما حدش خلاص انت دلوقتي المفروض قدامك ده معدن، فهو متغطي وداخل فرن وخلاص انت مغطي شكل المعدن تماما، بس بيديك متانه الشاسيه الداخلي وبيديك لون البورسلين الجميل. تحط عليه الاسنان هتدي شكل، بص مفيش اي لون رمادي ولا حتى خيال لون رمادي، قوي جدا، تقدر تفكه في اي لحظة العيان يشتكي من الاسنان لاي سبب. شكل طبيعي جدا، طول اللسة بنتحكم فيه لان احنا ممكن برضو نحطه فوق زراعة لسة، فحاجة بتبقى دي احدث حاجة لو بتتكلم فهي دوت الاحدث على الاطلاق، وده بروفيشناليتي عالية. علشان الناس برضو بيقابلني، الناس كلها تيجي تقول لك طب انا بيقابلني اعلانات انا ممكن اعمل الكلام دوت بخمسة المبلغ ده، فندم ما هم مش ممكن، هيبقى التكنيكس العالية دي بالماشينز العالية دي بالبروفيشنالز الشغالين، وهتقول لي ان دوت تمنه خمسة التمن ده مش منطقي، ده حاجة وده حاجة. ما هو انت برضو ممكن تعمل حاجة تانية، هتجيب الابطمنت او الوصلة وترسلها بالزرعة وتاخد مقاس عادي وتشتغل عليه كروكي وتسلم العيان مقاس بيتلزق باللزقه وخلصنا على كده. قابلني بعد سنتين ثلاثه، لان لما العلماء قرروا ان هم يغيروا التكنيكس دي قرروها ازاي وليه؟ لما بالتشيك اب اللي بيتعمل كل فتره. الريسيرشز قالت ان الطريقه المعتاده اللي كلنا كنا شغالين بها من 15 سنه واكثر بتسبب التهابات شديده في اللسه وبالتالي التهابات في الزرعه، وبالتالي بيحصل ان الزرعه بيحصل حواليها انحسار في العظم او الجسم بيرفضها او بيطردها. الفكره مش انك تزرع وتركب، الفكره في ان الزرعه دي تبقى efficient معاك طول العمر مش مجرد زرعه. نفس برضو السؤال اللي انا بتساله، ليه حضرتك بتقولي احنا هنضيف عظم وانا عظمي كويس ورحت لاكتر من دكتور قال لي عظمك كويس مش محتاج اضافه عظم؟ علشان الحته دي لما بتروح لدكتور شاطر ومتاكد ان هو ايده حلوه بتلاقيه بياخد منك اكس، هاد دكتور مش دي شغلته ومش بروفيشنال وما اشتغلش الحاله دي مرتين ثلاثه على بعض هياخد منك عشر الاكس ده، صح؟ فالقصه كلها مش هتدفع كام، القصه كلها المشاكل اللي بعد كده هتبقى كنترولد ولا لا، وهل الدكتور ده يعرف يعالجها ولا لا، وهتحصل ولا لا. انت ماشي في طريق ان انت ما تقابلش مشاكل للعمر كله ان شاء الله، فلازم هتحتاج خطوات مش كل الناس بتعملها. هسألك في حاجه يعني مش عارف ده بقى اصل ده بيحتاج حلقه لوحده، الزرعه وانواعها، الماتيريال، هذا العالم الغامض، ماتيريال ولا 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 الانواع يعني الجنسيه بتاعت الزرعه او الى اخره. طيب هقول لك على حاجه، طبعا انا ماليش علاقه بالعربيات ماشي، بس انت اكيد عارف العربيات اكتر مني بكتير. في عربيات الماني مشهوره ومعروفه، وفي عربيات كوري وياباني، وفي عربيات من صيني، وفي صيني. لو انت قررت تطلع اسكندريه راكب توك توك او راكب عربيه ماركه كبيره في الحالتين هتوصل ولا لا؟ طيب مين اللي معاناته اقل؟ العربيه الاكثر رفاهيه طبعا، اكيد اكيد، ما تبقى قاعد في تكييف قوي والدنيا حلوه قاعد في عربيه وقاعد حاجه مرتاحه ما انتش قاعد على بتاع حديد وخبط ورزع في دماغك، اكيد هي دي فكره ال 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 الزرعه. الزرعه اللي الناس مش فاهماه، الزرعه مشكلتها مش في بلد المنشا بس، في حاجات تانية. يعني مثلا انا عندي اراوند خمسه لاين، يعني خمس جنسيات او خمس انواع من الزرعات، كل زرع من بلد كلهم هيمسكوا عشان بس الناس تبقى فاهمه. مفيش زرعه مش هتمسك، تمسك يعني ايه؟ يعني العظمه هيتقبلها، الا لو استبعدنا العوامل اللي في مشكله في العظم، المريض عنده سكر مش مظبوط، الدكتور مش بروفيشنال، لازم نستبعد العوامل دي عشان دي عوامل مهمه. اي زرعه ان شاء الله لو جبتها كوري طيب وات ايفر صيني هتمسك، طيب ولو جبت احسن الانواع زي السويسري والالماني هتمسك. طب انت بتدفع فرق فلوس ليه؟ في المشاكل. الماركات الكبيره ما بتعملكش مشاكل كتيره، التئامها اسرع،
التركيب عليها احسن ان عمرها اطول. الزرعات الارخص هتمسك بس كل شويه عندك التهابات، كل الزرعه مش هتعيش العمر اللي انت متصوره، كل شويه انت عندك مشكله بتروح تحلها، هي بتعمل لك هسل، فاهمني؟ وكل حاجه بنسب، يعني مش كل الزرعات هتعمل لك مشاكل. وعلى فكره ممكن في احدث الانواع يحصل مشكله برضو، بس في عوامل تانية. في مشكله عند في عندك عيان ما كانش عنده سكر وجاله، عندك عيان بياكل كميه حاجات ناشفه غير منطقيه تكسر السنان الطبيعيه، فلازم هتعمل مشكله في الزراعه وفي التركيبات الطويله. لو استبعدت كل ده هتلاقي ان الاغلى مشاكله اقل. ليه؟ لانه هو معمول ده في زرعات عندي على فكره بتبقى مختبره بالزرعه، يعني الزرعه واحده واحده بيختبروها من حيث شكلها، من حيث تعقيمها، من حيث اتزانها، من حيث ثباتها. زرعه دي بتبقى غاليه جدا. في الزرعات المعتاده اللي هي زي الصيني والكوري والكلام العادي، الاختبارات بتنزل على اللاين، يعني كل 1000 زرعه بياخدوا عينه يختبروها. فانت ممكن جدا تشتري عربيه يحصل فيها مشكله في الموتور، صح؟ طيب ولو انت في شركه كبيره نادره قوي، لكن انت لو بتشتري عربيه عاديه لا، وارد ان يحصل عندك مشكله. فالفكره في ان اللاين الغالي الابحاث والاختبارات عليه دقيقه جدا وبيطلع مختوم واحده واحده، فبرضه بتفرق جدا في العمر بتاعها. لو جينا نقول مثلا حد زي الاستاذ ده جاي بقه ما فيهوش ولا زرعه، ما فيهوش ولا سن، ولا سنه اسفه ولا سنه، عايزين نزرع الفكين، عندنا مشكله في العظم ان العظم قليل جدا، وعندنا اكتر من مشكله في العظم، هنحتاج تدعيم للعظم، وهنحتاج اضافه، وهنحتاج رفع حاجز انفي، وهنعمل قصص كتيره في الموضوع. وصلنا للنهايه دي، الزرعه الكولر بتاعها نقي، ما عندكش التهابات، ما عندكش مشاكل، العظم ما شاء الله بقى زي الفل لان احنا دعمناه جامد، يعني اضفنا عظم ليه، قدرنا نوصله لطريق حلو قوي ان احنا نركب على الزرعات دي فكين كاملين، وبعدنا عن الاماكن اللي العظم فيها قليل قوي ما زرعناش فيها علشان ما نكلفش كل العظم ده تدعيم، دعمنا بس حوالين الزرعات علشان ما نضطرش ان احنا نتكلف الضعف. قدرنا نوصل لنتيجه مرضيه وجميله، وفعلا تحسسوا ان الحياه فارقه معاه، وعلى فكره وزرعنا لسه برضو. على فكره يا دكتور ايمن، في حاجه من الحاجات اللي كتير مننا مش حاسين بيها، ان معظم الناس اللي ما عندهاش سنان بتيجي تقول لك نفسي في حاجه واحده، نفسي اكل. الناس اللي عندها سنان تيجي تقول لك نفسي في حاجه واحده، نفسي اضحك. فكل واحد على حق على قد همه. بس انا كاسراء بحس ان اللي نفسه ياكل ده ألمه اكبر من اللي نفسه يكون عايز يضحك. متخيلين ان الاكل اللي هو متعه برضو اساس الحياه، او جزء من اساسيات الحياه، مهم جدا. الناس بتعمله بمشقه، الناس بتعمله بتعب عشان ياكل، بياكل حاجات معينه في نفسه، في حاجات تانية ما يقدرش ياكلها خالص، وبتاثر على جسمه كله بقى، في الزبادي وبقصومات في شاي بلبن حرام، او بطاطس مهروسه هي ده اخره، يعني بطاطس مهروسة، يعني اللحمه بالنسبه له، ومعاناه بعد الاكل بقى. انت بتاكل على الدرادير، المفصل ده انت بتموته، بتعمله كده وانت بتاكل. الصداع قبل وبعد الاكل. نرجع برضو لأول سؤال سألته في أول الحلقة، هل التجميل في الحالة دي رفاهية؟ الإجابة لا، رفاهية مستحيل. مفيش رفاهية. يعني هتركب سنان من غير لسة؟ ما احنا ما عندناش عظم، فمحتاجين نملى كل ده، نجيب لسة منين؟ تملى كل المتر الفاضي ده، انت زرعت لسة، عايز تقولي ان حالة زي كده زراعة اللسة رفاهية؟ لا يمكن، ما هو انت برضو مش هتطلعوا السنان وطولها كده. فمبدا الرفاهيه في طب الاسنان من وجهه نظري هو مش موجود. نورتيني واسعدتيني وامتعتيني بحكاويك الجميله. يا دكتور ايمن، عندي اشياء اخرى كثيره، عندنا حالات كثيره هنشوفها، صور كثيره جميله، قصص مصوره، اسئله
حالات جايبين ناس مش يعني ما شفناهمش لسه بس جايبين حاجات مشابهه ليهم، ده جاي في المستقبل القريب. ضيفي العزيز، ضيفتي العزيزه التي تبدع دائما، دكتوره اسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان وصاحبه ماجستير جراحات الوجه والفكين بكليه الطب قصر عيني، والماجستير الخاص بجراحات الفم والاسنان، والحاصله على الدبلوميه الاسبانيه لزراعه الاسنان من جامعه سيفيا، وعضو الجمعيه الامريكيه لجراحه الاسنان. نورتي. ربنا يخليك يا دكتور ايمن، ميرسي لزوقك. نورتي يا ست الكل. خلي بالكم من الاسنان، عالم مثير جدا، التقدم العلمي فيه لا يغني عن المهاره الطبيه، والمهاره الطبيه فيه لا يمكن تكون جامعه لكل اشكال وفنون الاسنان، كل في تخصصه، الزراعه لها شغلها والتجميل له شغله، والمتخصصين في العلاج الجذور النهارده مع يعني علاج الجذور مظلومه معنا، والتقويم اتظلم معنا النهارده برضو، لكن جاي في حلقات جايه جاي ان شاء الله، جاي التقويم كله بره نقول جاي بسلم ان شاء الله حلقه، لكن التقويم طبعا له قيمته، لكن الكومباينيشن المهم جدا بين ازاي احط المهاره على التكنولوجيا بخلطه مناسبه جدا فتطلع نتيجه مرضيه جدا للمريض، هي دي الخاصيه اللي يعني العلم وطب الاسنان المصري بيتفوق فيها. ده علم مهم جدا جدا جدا، لازم نقدره ونهتم جدا باسناننا عشان نبقى دايما ابتسامتنا حلوه في الناس الحلوه.